وكان بان في اي فريق يلعب ضد الرجاء وفي هذه الاجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وهذه المناسبه هذه الا غيكون مركز ما في الحق الله ما بدلناش مجهود كبير باش نحتوم على التركيز. التركيز كان عندهم طيله الاسبوع وبينه في رقعه الملعب وخا من بعد تلقي الهدف الاول ومن بعد الطرد. كنشكرهم على المجهودات ديالهم وكنهنئ جميع المكونات الوداد الفاسي على الحدود ديالنا غادي نلعبوها الاخر ما خلينا حتى واحد ما كان يتكهن بان الوداد الفاسي غادي يقصي الرجاء وخصوصا ان الرجاء ازهى مرحله ديالو هذا الموسم هذا من بعد المشاركه ديالو في الواجهات الاربع دابا بقاو له ثلاثه الواجهات بان مقابله ضد بركه اللي هو حتى هو متعطش للالقاب فغيكون عندها طعم خاص ولكن حنا غنامنوا بالحدود ديالها وغندافعوا عليها بكل شراسه ان شاء الله.